بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو سأقوم بمراجعة مختصرة للدرس الأول من دروس مادة التاريخ في الثانية بكالوريا، درس العالم غداة الحرب العالمية الأولى، وذلك من أجل مساعدتكم في عملية المراجعة استعدادا للفرد أو للفروض، وأيضا للامتحان الوطني. بالنسبة للدرس ديال العالم غداة الحرب العالمية الأولى، فالمطلوب منكم هو تعرفوا شنو هي التحولات اللي وقعت في العالم من بعد الحرب العالمية الأولى. وهذه التحولات غادي نحاولوا نهضروا على التحولات السياسية والترابية، ثم التحولات الاقتصادية، ثم التحولات الاجتماعية، وحاولت نحطها بهذا الترتيب على حسب الأهمية. فالحاجة الأولى ولا أهم حاجة في الدرس هو التحول السياسي والترابي، عاد تيجي من بعده في الأهمية التحول الاقتصادي، ثم التحول الاجتماعي. بالنسبة للتحولات السياسية والترابية، فعلى المستوى السياسي مطلوب منكم تعقلوا على واحد ثلاثة ديال العناصر الأساسية. الحاجة الأولى هو مؤتمر السلام، وهذا أهم حاجة في هذا الدرس، عقد مؤتمر السلام ولا مؤتمر فيرساي. هذا المؤتمر انعقد في فرنسا بقصر فيرساي بطبيعة الحال في باريس سنة 1919، وكان الهدف منه هو النظر في أوضاع أوروبا والعالم من بعد الحرب العالمية الأولى. وغادي تهيمن على الأشغال، غادي تحضر في هذا المؤتمر بزاف ديال الدول، بطبيعة الحال ما كانش دول المنهزمة غير الدول المنتصرة، ولكن اللي غادي يهيمن على الأشغال ديالو وعلى القرار ديالو هو ربعة ديال الدول الكبار اللي انتصروا، اللي هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. وأهم ما خرجوا فيه أو في هذا المؤتمر، أهم القرارات اللي كانت، هو توقيع معاهدات مع الدول المنهزمة وإنشاء عصبة الأمم. بالنسبة للمعاهدات اللي هي النتيجة السياسية الثانية، هو أنهم غادي يفرضوا الدول المنتصرة غادي يفرضوا معاهدة على الدول المنهزمة، غادي يفرضوا معاهدة على ألمانيا هي معاهدة فيرساي اللي كانت في 1919، ومعاهدة على النمسا المجر اللي هي الصديقة ديال الألمان اللي كانت في 1919 واللي غادي تقسم النمسا على المجر، ثم غادي يفرضوا معاهدة على الإمبراطورية العثمانية اللي هي معاهدة سيفر، وغادي يفرضوا معاهدة على بلغاريا اللي هي نوي. إذا هذا بالنسبة للمعاهدات. هذه المعاهدات باش يعني يسهل عليكم الضبط ديالهم، كلهم كانوا في 1919 إلا معاهدة سيفر اللي كانت في 1920. كذلك أيضا هذه المعاهدات كلهم تتشابهوا في واحد الحاجة، اللي هي اقتطاع أراضي من هاد الدول اللي انهزموا هي الأولى، ثم إضعاف هاد البلدان عسكريا من غير معاهدة فيرساي اللي كانت زايدة عليهم شوية. علاش؟ لأنها تمنر شروط أكبر وأقصى مقارنة مع الدول الأخرين، بحيث أنها غادي يقلصوا لها من عدد الجنود ديالها ويقتطعوا من الأراضي ديالها ويحملوها مسؤولية الحرب وتخلص واحد الغرامة مالية. وبالتالي كانت هذه الشروط ديال معاهده فرساي قاسيه شويه على الالمان، وداك الشيء باش يعني حملت او حملت في طياتها الاسباب الغير المباشره اللي ندير على الحرب العالميه الثانيه. اذا هذه المعاهده. ثم النتيجه الثالثه هي انشاء عصبه الامم. عصبه الامم تاسست في 1919، وهي منظمه دوليه الهدف ديالها هو حمايه السلم والامن في العالم. اللي غادي يقترح هذه المؤسسه او الانشاء ديال هذه العصبه هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه ويلسون، ملي كان في مؤتمر السلام قدم واحد 14 مقترح ولا مبدا من بينها هذا انشاء عصبه الامم. اذا هذو هما الامور ثلاثه: المعاهدات، مؤتمر السلام، وعصبه الامم. عقلوا عليهم، هذو هما التحولات السياسيه. كذلك ايضا كاين تحولات ترابيه. التحولات الترابيه داخله في السياسي، لان ديك المعاهدات وداك مؤتمر السلام وداك الشيء اللي وقع فيه اثر على الخريطه السياسيه. غير شي مره كيجي في السؤال تهضر على الترابي بوحدو، داك الشيء باش فصلت لكم الترابي على السياسي. بالنسبه للترابي، فثلاثه ديال التغيرات وقعت مهمه. الحاجه الاولى هو الامبراطوريات في اوروبا ما بقاوش، الامبراطوريه العثمانيه، الامبراطوريه النمسا المجر، الامبراطوريه الروسيه اختفوا. الحاجه الثانيه هو ان مساحه الدول تغلبات غادي تقلص، هذه عاديه بطبيعه الحال، دول تغلبات حيدوا لها اراضي منها، والدول اللي انتصروا مجموعه من الدول زادوا المساحه ديالها، بحال فرنسا بالاساس وشويه الطليان. الحاجه الثالثه هو غادي تظهر دول جديده على انقاض ديك الدول اللي زولوا لها من الاراضي ديالها، يعني النمسا المجر حيدوا لها بزاف ديال الاراضي، المانيا، وانشاوا دول على في الاراضي ديال هاد الدول. اذا هذا بالنسبه للتغيرات الترابيه. بالنسبه للتحولات الاقتصاديه، ندوزو للحاجه الثانيه هي التحولات الاقتصاديه. هاد التحولات الاقتصاديه
وبطبيعة الحال الحرب خلفت تحول كبير في الاقتصاد العالمي وفي الاقتصاد الأوروبي، بحيث أن تدهور الاقتصاد الأوروبي. علاش؟ لأن تدمرت البنية التحتية، المنشآت الصناعية، الأراضي الزراعية، وقع واحد الدمار كبير في الاقتصاد ديال الأوروبي، خلى الإنتاج الفلاحي يتراجع والإنتاج الصناعي يتراجع والمبادلة التجارية يكون فيها واحد الركود، وكانت النتيجة هو انهيار الاقتصاد الأوروبي. وبالمقابل الأوروبيين كانت عندهم نفقات كثيرة، ارتفاع نفقات الحرب ديال اوروبا، وهذا خلى الميزانيه ديال اوروبا تعجز وما قدرتش تلبي هذه النفقات، ولجات الاقتراض ولات تتسلف، وبالتالي تراكمت، ولات اوروبا سلفه بزاف ديال الديون ديال الكريديات اللي واخدها باش تعوض ديك النفقات ديال الحرب، وعجزات على التسديد، وارتفعت الديون ديال القاره الاوروبيه او الدول الاوروبيه وخاصه الدول المتحاربه. وبالمقابل شكون استفاد؟ استفادت الولايات المتحده الامريكيه، لان الاوروبيين فاش كانوا كيدابزوا الامريكانيين كانوا كينجزوا الولايات المتحده الامريكيه، وايضا اليابان كانت تنتج، وبالتالي في الاقتصاد الامريكي ولا كينتج بواحد الوتيره اللي هي سريعه جدا، وهذا خلى يعني الامريكان تصدر بزاف وتنتج بزاف وتربح بزاف، وبالتالي غادي يخلي انتعاش وازدهار الاقتصاد الامريكي في مقابل تدهور الاقتصاد الاوروبي. وكانت النتيجه هو أن مركز الاقتصاد العالمي اللي كان في أوروبا غادي ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لأول مرة غادي تولي الولايات المتحدة الأمريكية هي مركز الاقتصاد العالمي، وهذا أكبر تحول وقع في الاقتصاد من بعد الحرب العالمية الأولى. هذا أهم حاجة بالنسبة للاقتصادي. وبالنسبة للترابي النتائج البشرية ما كتطلبش منكم كثيرة، ولكن ما فيها بس تعرفوها هو القتلى، أن الحرب خلفت قتلى، خلفت جرحى، خلفت معطوبين، خلفت أرامل، خلفت تغير في البنية الديمغرافية، خلفت بطالة، خلفت فقر، خلفت مجاعة، خلفت أوبئة، وهذا يعني ما تحتاجوش تحفظوه، فهذا يعني قيس على جميع الحروب في العالم فاش كتوقع كتخلف هذه الخسائر البشرية. إذن هذا الشيء اللي كاين في هذا الدرس باختصار، هذو هما العناصر اللي مطلوبين أنكم تعقلوا عليهم وتضبطوهم في الدرس الأول في مادة التاريخ، وبالتوفيق للجميع.